شو رجع طلعت يساوي؟ راجع يتحمى ويخلص من الأمأمة تبعه قبل ما يروح لعند منكن على البيت. ما حس عليك أو شافك؟ كنت شفني واقف قدامك أو قاعد هون، كنا رحنا بشربة مي. المهم ما سدات خلصت من طلعك، طلع بوشي أخو الشاويش. أخي؟ شو جابنا بيت البختار؟ مو ببيته، مو ببيته، واقف بالسقاعة عم يحرسوا. الظاهر أخوك الشاويش عم يشتغل بنهار شاويش وبالليل حارس. يعني ما شك بشي؟ أنا دبرت حالي معه، عطيته اللي فيه النصيب ولا كان سكلني على الكراكون. لو أخذك على الكراكون كان بفلقة وحدة خلاك تعترف عن كل شيء. لا معلم فارس، أنا بعيش بقى. يا حرام يا حرام، كل شيء خططنا له راح على الفاضي. بمعنى معلم؟ يعني ما راح يطلع لنا شيء من وراء القصة؟ شو بده يطلع له؟ ما بكفي التكاليف يلي حطيته على المختار وعيلته وسمى الكراتي يلي أكلوه؟ جاييني أنت كمان إيد من ورا وإيد من قدام، وبدك إجرتك كمان؟ ولا شو دخلني؟ إش كان المختار مو مخبي الوراق بأوضة نومه مثل ما أنت قلت لي؟ لكن وين مخبيهم هالإبرة الحرام؟ وين؟ قلنا لك من الأول بيكون مخبيهم من المضافة، بس أنت ما رديت علي، كنا خلصنا من كل الجأجأة. مزبوط زكو، معناتها الوراق بالمضافة ولازم ناخده من هنيك. ابن عمي ليش هيك نعكتلي الخزانة؟ بالله ضروري كل ما بدك تغير تيابك تنكتلي الخزانة. قلي قلي أنا براسي بطلع لك أواعي. أنا نكت لك الخزانة؟ الله يسامحك يا هني، نسيتي قبل ما نروح على العزيمة أنتوا عم تطوي الغسيلات تركتلي القلابة هون على التخت؟ نسيتي؟ بعدين مين أكلت الخزانة؟ شو بيعرفني؟ شحة منكوتة روحي شوفي وعاني تحتاني منكوتة. قولي شباب وين مشغلية؟ يا وينه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا تكوني حطيتي شيء من الرسالة. لا أبدا أمي، والله ما حرقت من محل أبدا أنا. لا مين أخذها؟ عرفتي؟ روحي سأل زهرية الله يرضى عليك يا وام بسرعة، لا تكوني أنت حطيتي شيء لنا، لا تطلع حرورة وأنت حماس. يا زهرية! زهرية! يا مو زهرية! لا زهرية! خير يا أبي خير يا مو، شوفي! يا مو المشربية وينها؟ شفتي هالشي؟ يا مو أنا مشربية؟ لك المشربية لك هكذا غرفة النوم جنب التخت! يا أبي أنا ما حركتها من قرنتها بنوم ولا لمستها. قولي على المصيبة! طلعت! خير يا أبي شبك عم تعيط؟ خلاص منها! إني لشوف المشربية شفتها شي؟ أنا شو معرفني يا أبي؟ أنا بعمري لا شفت مشربية ولا فتح غرفتك لشوف مشربية وغيره. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني المشربية صار فيها أجرين وطلعت برات الغرفة. طيب يا أبي لا تكون بغرفة الاستقبال. روحي لخانكتي هناك إذا بدك تلاقيها، فهمتي؟ حاضر يا أبي. يلا ابن عمي رح ندور عليها منيح، أنا كمان فايت أدور شو. دوروا بكل البيت، انقتوا نقت. وأنت ليش واقف مثل مصيجة؟ شو بدي أعمل يا أبي؟ شو بدك تعمل؟ تعال السوق. يا أبي هلأ المشربية على الأسطوح بدها تكون؟ لا أبي عدفع على الأسطوح! بأمرك يا أبي بأمرك. دوروا بكلنا بالبيت، انكشوا البيت نكش. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على المصيبة. شو هالبلوة اللي وقعت فوق راسي؟ شو هالبلوة يا ربي؟ شو هالبلوة يا ربي دخيل الله؟ مزبوط والله، هاي المشربية اختفت من بيتنا فجأة وتهموني اني بعتها، بس شلون وصلت المشربية لزكو؟ اكيد ما في غيرك يا حكمات، انت بعتيها مع الكراكيب الانتيكا لما نظفتي الغرفة الصغيرة وساويتيها غرفة ابونا. اي والله بس بدي اعرف انا مين اللي وصل المشربيه لزكو. والله لو بدها تروح روحي، ما عاد تنازل عنها ولا تضيع وتكي ولا يهمك يا ابي.
فكري ليش بعلص شو بكي شو صار بتحكي لحالك لا ما في شيء ما عم بحكي لحالي تذكرت ابي الله يرحمه هي شو بتترحمي كنت عم اقول بقلبي الله يرحمك يا ابي هلا انت مبسوط بابراك تعرفي ليش لانه ما فرطت بالمشربيه بعد ما فرطتي فيها حضرتك انت وبناتك لا اله الا الله على الحديث يا فكري هلكتني هلكتني بهالحديث فهمنا بقى شبك من غير شيء انا صفيان ابن صاعل منك ومن بناتك منيح انت صفيان ابن صاعل مني ومن بناتك انا صفيان بلا عقل منك ومن ضرائبك ومن بناتي كلهم العفو اللي قومي لوين؟ قومي لا احكي لك قصة ابو زياد الهلالي قومي بعرفها تقبرني بعرفها ما بدي لا قوة الا بالله العلي العظيم على المصيبة دخيلك يا ربي دخيلك لك شو صار معكم؟ ام طلعت زهرية طلعت لقيتوها تقبرني؟ انا جوا نكدت الدنيا نكد ما في شيء يا ابي نكدت الدنيا ما انا موجوده لا بالحرم لك ولا بالمطبخ ولا بغرفه المونه ولا حتى بغرفتي طب شو الحكي شو الحكي يا ابي ما في شيء على السطح شو يعني ضاعت المشربيه ضاعت المشربيه قولي سرقت المشربيه قولي على قامتي يا ابي قصدك انه في حرامي نزل على بيتنا وسرقها مو وانا خرب بيتي خرب بيتي انا خرب بيتي طول بالك يا ابي ما في داعي تنقهر مشان شقفه مشربيه لا شو طول بالي إذا هي المشربية وعيت بين إيدين فكري وأبو فارس وبينخرب بيتي بسيطة يا أبي روح على الكركون وخبرهم وهنن أكيد رح يعرفوا مين نزل على بيتنا وسرق المشربية لا أصح شو هالحكي هاد ما بدي جنس مخلوق يعرف بأنه المشربية سرقت معدي من البيت وليش بقى يا أبي؟ لأنه مين حلمي وأنا مختار الحارة يطلع لي صيف بإني سرقت وإلا بسيصير على كل لسان والناس بدها هيك سيرة تلت وتعجن فيها ايه مزبوط كلام ابوكم اوعى تخبروا حدا ها انا رح اعرف بطريقتي مين الحرامي اللي نزل على بيتي وسرق لي المشربيه مثل ما بدك يا ابي فهمت عليك ايه انت شو زهريه يا ابي انا لا بفوت ولا بطلع ولا بشوف حدا بس اكيد الحرامي كان بيعرف انه نحن معزومين على بيت عمي ابو فارس واجا على البيت بغيابنا يا ابي وسرقها للمشربيه مظبوط يا ابي حكي زهري اكيد الحرامي بيعرفنا كثير منيح اخذت العين حولك وحوالين اختك روح نام روح ويلا روح وفوتي على اوضتك فوتي يلا تصبح على خير انت على اوضتك يلا وانت من اهله وانت تقبرني ما بدك تنام انا ليش انا جايني نوم بعد المصيبه اللي وقعت فوق راسي جايني نوم طول بالك يا ابن عمي معلش بتعوضها ان شاء الله بتجيب غيرها اسمعوا على الحكي اسمعوا الثاني شوف والوراق اللي بقلبها منين بدي اجيبهم لك ورقه وحده فيهم بس بتوصلني لحبل المشتاق يا ربي دخيلك اذا صحي لهالدرجه الوراق مهمين ابن عمي لك مهمينه بس لك فيهم خربان بيوت يا ام طلعت خربان بيوت قولي على انتي على هالمصيبه الله لا يوفقك يا ابو فارس انت والساعه اللي عزمتنا فيها على العشاء لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لك كل عمر الوراق عندي بالبيت وما حدا تجرأ ونزل على بيته وسرقني إيش معنى لما عزمني أبو فارس لك بيعمره ما سواها منين نزل عليها الكرم الحاتمي هيك على غفلة منين شو قصدك ابن عمي بعدين رح تعرفي قصدي يا طلعت بعدين رح تعرفي قصدي شو لحمة بالصينية وعلى صفايح وربات بقشطة وطايف عصافير شغلي شو عم تحكي زكو؟ ليش معلمك ما قال لا؟ لا والله ما قال لي ليش من إمتى بيتذكرني بهيك عزايا؟ بلها موطي ما بيحب غير حاله ماشي أنا بعرف شغلي معه عبدو تعال فوت لعندي عاوزك تعال أبلان فايت لعنده يا حبيبي لا رجال اغز العين تطرعك اسمع عبدو بتروح على السوق بدك خضرة مختار؟ لك لا بتروح على السوق اللي بيبيعوا فيه الاغراض المسروقة الانتيكة يعني قصدك سوق الحرمية ايه سوق الحرمية بتروح لهنيك بتدور لي على شو؟ لك خليني خلص لعي بعدين بتسأل لي تفضل تفضل مختار قول شو بدك بتروح بتدور لي هنيك على مشربية مشربية؟ لك ايه مشربية
وليش لا اروح على سوق الحرميه؟ ليش ما اروح عند الفواخري؟ عنده اشكال والوان. لك هاي المشربيه ما في مثلها بالبلد، عم تفهم؟ وشلون انا بدي اعرفها؟ حط اذنيك معي مزبوط واسمعني منيح، رح اشرح لك شلون شكلها لهي المشربيه. تفضل مختار، قل لي اذاني صاغيه، تفضل. هي صايره مخصوره وفي لها اذنين هيك، عم تفهم؟ ارسم لك اياها. لا خلص هلا بروح بشوفها. هي اوصافها للمشربيه، رسخت بمخك؟ رسخت مختار، وكاني شايفها هلا قدامي. بتدور عليها بكل السوق، وش كان لقيتها قد ما طلبوا حقها بتدفع، المهم تجيبها. حتى لو طلبوا مجيديه بحالها؟ لك ان شاء الله يطلبوا دائبه، المهم تشتري لي اياها وتجيبها. ايوه الله لا يوفقك يا شاويش فكري، لعما هي المشربيه طلعت غاليه كتير، وانا مثل الاجدب بعته اياها بنص مجيديه. شو علي يا شاويش فكري؟ بسيطه، جدي لعب عالتيس.